أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست فيها أبرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. والبداية بالعناوين. بعد أبو علي خضر، النظام يعتقل رجال أعمال مقربين من الروس في كناكر بريف دمشق. بجهود أهلية، حملة لترميم المسجد العمري في مدينة طفس بدرعة. منذ انكفاء رجل الأعمال الأبرز في سوريا رامي مخلوف أو تغييبه، في الحقيقة ما تزال قصته يكتنفها الغموض. منذ ذلك الحين والنظام يرفع نجم رجال أعمال ليخبو نجم آخرين، بحيث لم يعد هناك رجل أعمال مهما كان مقربا من النظام ومهما بلغت خدماته له بمنأى عن تسلط النظام عليه وعلى ثروته التي جمعها بمساعدة النظام أيضا. وكأن القصر الجمهوري وأجهزة الأمن تتحول لجابي أموال من هؤلاء رجال الأعمال، وكأن يوم المحاسبة ليس على الجرائم المرتكبة بل على الغلة. فيسلط النظام أجهزته الأمنية على رجال الأعمال الذين يضعهم في قائمة أهدافه حتى ينتهي بهم المطاف إلى الهرب أو الاعتقال، ولذلك أمثلة كثيرة. كما ذكرنا في بداية القصة، كان رامي مخلوف هو الهدف الأثمن لبشار الأسد، فبدأ منذ سنوات بالتضييق عليه، حيث تم تداول أخبار عن وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله أو في قصره في اللاذقية، بينما قيل أيضاً إنه موجود في الإمارات. إلا أن رامي أصر على الخروج بطريقة متواضعة في كل مرة، جالساً على الأرض خلفه كومة حطب يتحدث لمتابعيه الكثر، قد قاربوا المليون على فيسبوك، يتحدث لمتابعيه بأحاديث دينية ينشرهم ببشارات وإشارات وعلامات، يروج تارة لظهور المهدي ويدعو السوريين إلى قراءة دعاء ما على نية الفرج. فهنا تابعنا أن رامي مخلوف تحول فجأة من المتحكم باقتصاد سوريا إلى رجل زاهد واعظ مرة وصانع محتوى في مرة أخرى، يختفي لأشهر ثم يظهر فجأة من مكانه نفس المكان، كل هذا بتخطيط من أسماء زوجة بشار التي بحسب التقارير وضعت يدها عن طريق مكتبها السري على كل أنشطة رامي الاقتصادية. بعد رامي مخلوف جاء الدور على علي خضر طاهر، أو أبو علي خضر كما يلقب. أبو علي خضر لمع نجمه وبرز اسمه مع أفول نجم رامي، لكنه لم يدم طويلاً، لأنه بعد أن أسس إمبراطورية مال وأعمال كواجهة من واجهات القصر الجمهوري وأسماء الأسد على وجه الخصوص، عاد وانقلب عليه القصر. فمنذ بداية العام يتم تداول أنباء عن صفحات موالية عن اعتقال أبو علي خضر، وذلك بعد اعتقال عدد من المقربين منه بينهم صهره إثر مداهمات أمنية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. ونقل موقع صوت العاصمة وقت ذاك عن مصادر خاصة من دون أن يسميها أن أحد الفروع الأمنية استدعى أبو علي خضر للتحقيق، إلا أنه لم يمتثل، ما أدى إلى حملة دهم قامت بها الفروع الأمنية في حي الفيلات الغربية بمنطقة المزة غربي العاصمة دمشق. هذه الحملة أسفرت المداهمات عن اعتقال ثلاثة من أبرز رجال أبو علي خضر، من بينهم صهره إيهاب الراعي المعروف بإدارته للحواجز العسكرية التابعة للفرقة الرابعة والإيرادات المالية التي تأتي عبرها. أيضاً الصفحة إعلامية محلية ومواليه للنظام السوري بأن استخبارات النظام أصدرت برقية استدعاء لخضر للتحقيق بملفات مرتبطة برجاله المعتقلين، فما كان من خضر إلا أن استشعر الخطر وقرر الهرب من البلاد قبل أن يتم اعتقاله. في حين ذكرت مصادر أخرى أن خضر غادر البلاد برفقة 3 مليار دولار. في مقابل ذلك قالت وقت ذاك مصادر محلية في دمشق أنه أبو علي خضر متواري عن الأنظار، وذلك إثر خلافات بين فروع أمنية والفرقة الرابعة التي يعمل خضر لصالحها ويعتبر أيضا الواجهة الاقتصادية لها. قصة اعتقال أبو علي خضر نتابعها في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيو ميديا. يعني معروفين منه ابو علي خضر واحد منهم على التلفزيون، ماني خايف من حدا، يعني هذا واحد منهم. ابو فرض اتاوات على المصانع اللي خاب بيت معامل بلاستيك في حلب مثلا، معروفين عند الدوله هذول، يعني ما في داعي انا اذكر اسمهم، معروفين جيبوهم لصوص مهربين، معروفين مجرمين.
أبو علي خضر ينحدر من مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس، لمع نجمه في عام 2016 عندما أظهر براعة في حماية إحدى القوافل التي اهتم بها ماهر الأسد شخصيا، كانت قادمة من العراق ومتجهة إلى دمشق من دون أن يتدخل أو يكشف حمولتها. مزيد من تفاصيل علاقته بعائلة الأسد نتعرف إليها في هذه المادة. من الواضح أن قصة اعتقال أبو علي خضر لم تنتهي بعد ولم تغلق ملفاتها، بل يبدو أنها سيكون لها آثارها وانعكاساتها، وأن أبو علي خضر رأس سلسلة سيتم سحبها رويدا رويدا. فاعترافات أبو علي خضر التي تنتزع منه حاليا في المكان الذي يعتقله أفضت إلى ذكر أسماء جديدة لرجال أعمال مقربين من الروس ولهم خدمات جليلة للنظام على مدى سنوات في مناطقهم. ومن الواضح أن الدور جاء عليهم، إذ نفذت شعبة المخابرات الجوية حملة أمنية في بلدة كناكر بريف دمشق اعتقلت خلالها رجال أعمال موالين لروسيا على خلفية التحقيقات بأنشطة أبو علي خضر التجارية. واعتقل خلال الحملة كل من سامر الخطيب الشريك في مؤسسة الخطيب التجارية، وسعيد ظاهر وعلاء رفاعي وسامر خميس من أبناء البلدة والعاملين أيضا في مجال تجارة المواد الزراعية، بالإضافة إلى رجل الأعمال جلال الدين الحلقي المنحدر من محافظة درعا ومالك شركة التفوق للاستيراد والتصدير والذي تربطه علاقة تجارية مع أشخاص من عائلة الخطيب في كناكر. أكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أيضاً اعتقال رجل الأعمال الموالي لروسيا والمقرب من فرع الأمن العسكري والعضو السابق في لجنة المصالحة في البلدة محمد تيسير الخطيب عند مراجعته شعبة المخابرات الجوية للاستفسار عن أسباب اعتقال شركائه. وعقب اعتقال محمد تيسير داهمت دوريات تابعة لشعبة المخابرات الجوية منازل كافة الموقوفين ومنشأة الخطيب التجارية لغربلة وفرز وتخزين الحبوب الزراعية الواقعة على الأطراف الشرقية لبلدة كناكر، وأغلقت دوريات المخابرات الجوية المنشأة ومنعت الدخول إليها إلى حين انتهاء التحقيق عقب مصادرتها أسلحة فردية تستخدم لأغراض الحراسة وأجهزة كمبيوتر وأفرغت محتويات كاميرات المراقبة. أيضاً أشارت مصادر تلفزيون سوريا إلى ورود أسماء الموقوفين مؤخراً في بلدة كناكر في التحقيقات الجارية مع أبو علي خضر وبعض العاملين لديه، كقضايا تزوير بيانات جمركية، عمليات تهريب عبر المنافذ الحدودية تحت إشراف شركة القلعة الأمنية. وكشفت المصادر عن وجود خلافات بين محمد تيسير الخطيب ورجال أعمال آخرين من بلدة كناكر مع مكتب أمن الفرقة الرابعة وعمران حافظ المندوب إلى المنطقة عن وفيق صفاء القيادي مسؤول العلاقات الخارجية في الميليشيا اللبنانية. وصلت الخلافات خلال الأشهر الأخيرة إلى توجه الخطيب لدعم مجموعات محلية تابعة لفرع الأمن العسكري لتقوية نفوذه في المنطقة وحماية مصالحهم، كما قدم العديد من الهبات والتبرعات لصالح مشروع شريح وطن من بينها سلال غذائية ومبالغ مالية شهرية، إضافة إلى تعهده ببناء مشروع سكني مؤلف من 25 شقة.
من التعليقات التي جاءت بعد هذا الخبر، محمود إسماعيل الذي علق وقال: كل من يتجاوز القوانين والأنظمة بيلقى جزاؤه. أما فرحان كتب وقال معلقا يعني: تشليح أموال. أما أحمد فكتب وعلق: بلشت القطة تاكل أولادها. تنتشر في درعا عدة مساجد تحمل اسم المسجد العمري، وهي جميعها ذات طابع أثري وتعود باسمها طبعاً للخليفة الراشد عمر بن الخطاب. ولهذه المساجد أهمية كبيرة في نفوس أبناء المحافظة، وتعد رمزاً دينياً وتاريخياً لكل منطقة يوجد فيها المسجد. ولعل من أشهر المساجد العمرية في درعا المسجد العمري الموجود في درعا البلد، الذي شهد خروج أولى المظاهرات من درعا مع بداية الثورة السورية عام 2011، فصب النظام كل غضبه عليه بإرسال قواته التي استخدمت الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، فارتكبت أبشع الجرائم، راح ضحيتها أكثر من 30 شخص من المعتصمين بداخله، بالإضافة إلى حرقه بشكل شبه كامل. وقصف النظام مئذنة الجامع في عام 2013 بقذائف الدبابات، الأمر الذي أدى إلى انهيارها والتي تعد رمزاً لأهالي درعا. استمر النظام بقصف الجامع بشكل مستمر للرمزية الثورية عند أهالي درعا بشكل خاص وللسوريين على وجه العموم. هذا المسجد، مسجد العمري في درعا البلد، انتهت أعمال ترميمه بشكل شبه كامل بكلفة تقارب نحو 500 مليون ليرة سوري عام 2020. الترميم جرى على مراحل، كان أولها ترميم المصلى بتمويل أكثر من جهة من أهل الخير وبجهود شخصية، سواء تقديم المال أو المشاركة في العمل بعد مبادرة بين الأهالي. من جديد مبادرة أخرى تتعلق بجامع عمري آخر، وهذه المرة الجامع العمري في طفص بدرعة، حيث أطلق الأهالي في طفص مبادرة وحملة لإعادة ترميم الجامع العمري في المدينة. جرى الحديث قبل نحو شهرين حول توسعة الجامع العمري القديم في المدينة، ويقترح أن تكون التوسعة بضم المحال التجارية المحيطة بالمسجد وهدم سقف الجامع الذي يعتبر واحدا من أقدم المساجد الأثرية في المنطقة. ونشرت صفحات محلية من طفص فيديوهات لحملة جمع التبرعات من قبل أهالي المدينة والمغتربين لترميم المسجد. نتابع. اليوم سباق إلى الله سبحانه وتعالى، اليوم عمل وغدا جزاء، لذلك تدفعوا عن أنفسكم
هي شاهد خير على إيمان العباد. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى قباء، فأول ما أمر به بناء المسجد، ثم وصل إلى بني سالم وقد أقيمت الجمعة فأمر ببناء المسجد، ثم وصل الشيخ جهاد الزعبي رئيس اللجنة المسؤولة عن المسجد أيضاً خرج في هذا الفيديو يتحدث عن أهمية التكافل والتعاون لترميم المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهالي طفس الأكارم، أخاطبكم في هذه الدقائق المختصرة في هذه الأوقات المباركة، ونحن نقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل فرد منكم قام بإضفاء روح التعاون على هذا المشروع العظيم، على هذا المشروع الجلل، سواء بالمال أو بالآليات أو بالرأي النير أو بالدعاء الصادق بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن مساهماتكم يا إخوتي كانت هي الحجر الأساس الذي على ضوئه نكمل طريقنا. أهالي طفس الكرام، مع انطلاق من التعليقات التي جاءت على هذا الخبر، ساري الذي علق وقال: بارك بأهل حوران عامة، لو يعملوا صندوق للفقراء والمحتاجين. أما عمار أبو زيد فكتب وقال: الخير في أمتي إلى يوم الدين. نحن الوطن مش ضابط وحاجز أمن. من على منصة ساحة الكرامة ناشطات وناشطون يعبرون عن موقفهم بطريقتهم الخاصة. نتابع. وإلى هنا مشاهدينا نصل للختام، شكرا لحسن المتابعة، نراكم غدا في حلقة جديدة وأخبار جديدة، دمتم بخير.